انعقد المجلس الوزاري للدورة 47 للإيجاد يوم 28، وأعقبه الرئاسة اجتماع رئاسة رؤساء الوزراء ورؤساء الحكومات، الاجتماع الدورة 13، وناقش الاجتماعان ناقشا القضايا الخاصة بالتعاون الدول الأعضاء في الإيجاد، ناقشوا مسألة الإصلاحات الهيكلية لمنظمة الإيجاد لتواكب كل التطورات وإنشاء بعض الأجهزة الفنية والاقتصادية لتتوائم مع العمل السياسي المتطور للإيجاد. أيضا ناقشت القمة موضوع أمن البحر الأحمر، خاصة وإنه في عدد من الدول الأعضاء هم من الدول المشاطئة للبحر الأحمر. أيضا قررت القمة بالإجماع وبالتوافق استلام السودان لرئاسة منظمة الإيجاد، وهذا طبعا يعني نصر متوج للسودان ولجهوده خلال الفترة السابقة عشان يعني يعزز وجوده في الساحة الدولية وفي الساحة الإقليمية ويظهر للعالم وجه السودان الجديد.